بشير نحن ما بدنا نشاكلهم هلأ، بس هيك بالأول بدنا نشوف شو طلباتهم، بعدين ما بدنا نعمل دم بيننا وبينهم. بس أنا ما رح أسكت لهم ورح دفعهم الثمن غالي. هذا أخي، أخي هذا. كلياتنا ما رح نسكت لهم ورح نرد عليهم، بس لكن مو هلأ، لما نشتري سلاح وتصير قوتنا بتعادل قوتهم ساعتها بنتصرف. ماشي مختار، ماشي أبو سليم، بس أشوف مطيع اللي أخوك ما رح ينساك وما رح يدركك وما رح يهداله بال لحتى يشوفك راجع على البيت. لك شو هاد الحكي اللي عم بسمعه منك يا أم سعيد؟ يو هذا الحكي مو من عندي، من شوي كنت عن مرت الفحام وقالت لي شو عم يحكوا على حريم بيت أبو عامر. لا إله إلا الله، حسبي الله فيهم، بيت الست شهيرة كله شرف وإخلاق. وأنا كمان، أنا بذات نفسي سفقت كف على تمها وصرخت فيها صوت وقلت لها هذا الحكي ما بينحكى بنوب، شنو نسوان بيت أبو عامر بيوزعوا شرف على كل الناس. والله يا أم سعيد المثل بيقول ما في دخان بدون نار. يو شو قصدك أم سليم؟ قصدي فوتت سياح على بيت ما في رجال مو ظابطة ولا حدا منا بيقبل على حاله، ويمكن ها يمكن في شيء نحن ما منعرفه. وشو بده يكون فيه يعني؟ يمكن كلام الناس مزبوط. قصدك عم بيفوت لعند بيت الست شهيرة شان مطيعة؟ ايه مشانها. يا قل هو الله أحد. يا أم سعيد رجال بيسمع عن وحدة مثل مطيعة حلوة وصغيرة ومع مصاري ليوم المصاري ما بده يطمع فيها، ايه والله بيعمل العماية لحتى يتجوزها. يعني صياح كان عم يعمل ايه بده يتجوزها، بده يتجوزها. والله العليم الله العليم كان في بيناتهم شي قبل ما يموت ابو عامر. إيه لا بقى يا عمي لهون وبس. ما في شي، بس المصايب كلها هلا نزلت على بيت الشرف. يا ما شو بتفكريه؟ ما فيها شي، قدمي القهوه لخالتك ام سعيد وروحي على اوضتك. هاتي دوبريني هاتي. سلمون معتب لها القامة. سلميلي. أهلا وسهلا أم سعيد، والله عم نشتقلك، ليش ما عم تكتري جيات لعنا؟ آخ والله دوختيني دوخت بهالسيرة يا عم سليم. أشيب 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 أشات لبيب أشيب 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 أشاد للبيع أشيب 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 أشاد للبيع أشيب 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 أشاد للبيع. أشيب 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 أش خدك ماشي عمي. الله يعطيك العافية. سلام. أهلين. أشيم 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 أشاد للبيت. يا أم سعيد صياح شب وعزابي لا من وراه ولا من قدامه. إيه بس المحورة خاطب بنت معزه. ما رح يتجوزها، ما رح يتجوزها. يبلي بحمة وشلون بقى؟ صدقيني ما رح يتجوزها. حاطت عينه على محورة أم مطيعة الحبلة اللي رح تقش كل مال جوزها المرحوم. هلا هيك عم بيفكر يساوي؟ مطيعة بعد ما تاخد المال والمال كانت بدها تحمل ضرب طريقة وتطلع برات بيت شهيرة، بدها تتجوز ولا بدك إياها تقضي عمرها من غير رجال؟ والله ما بعرف شو بدي أقولك. الله يرحم أبوك يا صياح. تعيش تعيش يا بشير أفندي. والله من بعد كل شيء صار معنا والله الموت أرحم من العيشة والله. إن شاء الله الله بيرجع لك أخوك بخير وسلام. والله حاسه ما لح يرجع. صلي على النبي لا تفاول عليه، إن شاء الله بكرة راح نرجعه هو وماجد. كيف؟ بس قلي كيف؟ لح اختنق لح اختنق، حاسس حالي عاجز لاني قدران
اعمل له شيء، لا يا حسن اقدم له شيء. طول بالك طول بالك، ليش انت طلع بايدك تعمل له شيء وما عملته؟ لا والله مو طالع بالايد شيء. باذن الله بكره رح نلاقي طريقه نطالعه فيها هو وماجد من بين ايدين ولادينا الحرام. والله لازم لازم نلاقي طريقه باسرع وقت. وانا معك. ليش شو سمعتي كلام من نسوان الحارة عزمية خانو؟ يا أم هاشم أنتي ست محترمة وأكابر وأنا بحب اللي مثلك كتير، بس بصراحة زعلانة على حظك. مو هاين علي إنه جوزك يجيب لك ضرة؟ شو بدي أعمل؟ ما فيني أمنعه عن أي شيء بده يعمله، هو رجال وفيه يتجوز بدال المرأة أربعة. يو وإذا كان رجال؟ يعني إذا رجال بيهينك؟ إذا رجال بيحق له يعمل اللي بده إياه بدون ما حدا يوقف بوشه؟ شو قصدك؟ ما عم بفهم عليكي. أنتي لازم تدافع عن بيتك قد ما فيكي، لازم تشيلي هذا الخوف من جواتك، لأنه إذا ضليتي على هالحالة بده يصير فيكي أكتر من هيك. ها؟ طب شو ساوي؟ أول شي بأي طريقة لازم تخلصي كل المصاري اللي معه، وتاني شي لازم تبعدي عنه الناس اللي عم يعبوا براسه مشان قصة الجواز، لأنه هنن السبب بالمشاكل. ليش أنا عم بعرف مين عم يعبي براسه مشان الجواز؟ أبو سليم وعدلي ساعده وكان بده يخطبه أخته، وآخر خبرية سمعتها بالحارة إنه في واحد من كبارية الحارة عنده بنت أرملة وبده يجوزها لجوزك. مين هي؟ مطيعة. مطيعة؟ ايه مطيعة. ما هي البنت لساتها صغيرة وهلا حبلة، بعد كم شهر بتولد وبتقدر تتجوز. يا ربي دخيلك، الله لا يوفقه يا حق. بس لا تخافي، جوزك ما رح يتجوزها. ليش بقى؟ لأنه في واحد تاني حاطط عينه عليها. واحد تاني؟ مين هو؟ صياح. صياح؟ ايه صياح. كل أهل الحارة عم يحكوا عليه وعلى فوتو لبيت الحريم من شانه. هلأ صياح عم يفوت لبيت شهيرة مشان مطيعة؟ على فكرة هذا الحكي مو من عندي، مو من عندي، منوب. لكن من وين؟ أم سعيد بتعرف كل شيء. يا ربي دخيلك، الله يسترنا على هالحكي. يلا بدك تعذريني. ليش ما شفتك منيح زميلي خانم عدي؟ مرة تانية تقبريني، مرة تانية. طيب من عادي. ها الله معي. إن شاء الله إن شاء الله. مع السلامة. الله معي. سيدي مو عرفان وين بدي اجيب له حشيش. الله وكيلك. وانت حامد ما عرفت ليش ابو الرجع بده كل هي كميه حشيش؟ ايه عرفت. مشان شو يا حامد؟ مشان الناس. سيدي قصدي يعني مشان يبيعوا للناس ويعودون على هالسوسه القهاره. قهاره كثير. الله لا يوفق. لا ما بعيونه شو ابن حرام بده يزعل العالم يعني؟ لا مظهر، هذا شيء كثير منيح. يعني انت مع هالقصه؟ طبعا انا مع هيك قصه وراح ساعد. ايه انتو ادرى. شوف حامد فهمني، انا بعد يوم يومين هيك شيء يعني ببعت واحد ببيع حشيش بيشوف ابو رجا وبيتفق معه على كل تفاصيل. ايه سيدي، وانا بستلم الموضوع لانه انا بعرف الناس اللي لها بهالمسواق واللي ما لها بهالمسواق. عندي اسمع منيح، انا بعت خبر لابو رجا مشان يعرف انه حارب قصب صاروا بيعرفوا انه هو وين بيقعد، وصاروا بيعرفوا كمان انه انت طلعت من سجنك. اهل حاره القصب قصب وركب. سيدي انت بتعرف اذا مسكوني وعرفوا انك طالعني من السجن شو حيصير فيني؟ انا بروح شقف. حامد هلا بيروح وبيدير باله من اهل حاره قصب، انت وكداس كمان. هلا بيروح. كلمه بتتم هلا بيروح. شوف وجهك بخير. السلام عليكم. يعني بدك تساعد ابو الرجا مشان يبيع حشيش وتنيمه العالم، ما هيك؟ برافو مصاري بيك، برافو. يعني شو اقول انا؟ شكرا لانك اخيرا فهمت.
شوف ما صار بيك. لازم حارت قصب كله يتعلم حشيش مشان أنا راسي يرتاح. ببالي بليس ما ضلعت هالقصة لعما بعيونكم شو ولادين حرام. مدام وردة، أنا كتير معجب فيك وبتمنى تعطيني فرصة لحتى أعرفك على حالي أكتر. بس أنا سبق وقلت لك إني لساتني على ذمة رجال تاني، يعني ما بقدر أدخل بعلاقة شو ما كانت. طيب ما بتقدري تطلبي الطلاق؟ لوقت فرج ورحمة. شو بفهم من كلامك؟ ما رح تعطيني فرصة لحتى نتعرف على بعض أكتر؟ ولو أصدقاء، المهم نبقى على تواصل. بس أصدقاء. وأنا هلأ أسعد إنسان بالعالم. تفضلي تفضلي اشربي قهوة. شو قصن هدول أهل الحارة؟ شايف فيها مشاكل كثير يا سميح. ايه والله يا سيدي الحق معك، هاي الحارة فيها كم واحد أزهر هنن عم يعملوا مشاكل بين بعضهم. أنا ما عم أحكي عن مشاكلهم بينات بعضهم ولا سميح. عفوا سيدي، لكن عن شو عم تحكي؟ عم بحكي عن تهريب سلاح ومناصرة المخربين ضد حكومة الانتداب الفرنسي. سيدي هاي الحارة ما فيها سلاح. وانت شو عرفك ما فيها سلاح او لا؟ شو عرفك؟ ولا بدك تغطي عليهم مثل اللي كان مستلم قبلي بالكراكون؟ يا سيدي طول بالك، شو غطي عليهم وعلى غيرهم؟ انا ما إلي علاقة فيهم. خلاص، انت واحد مع المخربين يا جبان. الله وكيلك يا سيدي، أنا لا معهم ولا ضدهم، ما بعرف عنهم شيء. رح شوف، وإذا طلعت منهم أنا رح علق مشنقتك بنص الكركون. على راسي يا سيدي، كلامك على راسي. حاضر، انصرف جيب شاي. تيران يا أمي، والله حرام هذا الحكي على مطيعة. أقسم بالله المخلوقة أشرف من الشرف. يا أمو أنا ما حكيت شي، الناس هن اللي عم يتهموها صياح. لا يا أمو، حكيتي يا ستي، حكيت ورح ضل قول عنا عاطلة. عاطلة؟ مطيعة عاطلة؟ ايه عاطلة، لأنه هي سبب موت فوزية الطاهرة الشريفة. يا أمي، فوزية هي العايبة، والله العظيم هي العايبة، مطيعة شريفة. لا بقى، فوزية هي الطاهرة والولد ابن جوزها، مو ابن كداس مثل ما عم بيقولوا العالم. بس أبو عامر ما بيجيب أولاد. إش كان ما بيجيب أولاد؟ شلون حبلت مطيعة؟ من وين؟ يا أمي، أبو عامر الله يرحمه قبل ما يموت راح لعند الحكيم وتعالج ومطيعة حبلت. وكاملة ليش ما حبلت منه كمان؟ نصيب يا أمي، الله بعد اسمه ما رد له. الله ياخدها وياخد شهيرة خانو على عملتهم مع فوزية، راحت على الشنق ظلم مشان مطيعة تخلص منها وينبلى جوزها. شلون يا أمي شلون؟ مطيعة كان بدها جوزها يقتل فوزية ويروح على المشنقة وهي يخلال الجو مع صياح ويتجوزوا. يا أمي والله العظيم حرام هذا الحكي. لك يحرم جلدهم عن عظمه. قال حرام، قال دخيلك انت شو بتفهمي. يا رب دخيلك، يا رب دخيلك تستر على الجماعة. بسم الله. أبو الرجاء، رجال حارة قصب كانوا هنا ولقد كشفوا مكانكم. يا أبو الرجاء شو عم تحكي سيدي؟ شو عم تحكي؟ كيف كشفوا مطرحنا؟ لقد كشفوا مكانكم، لذلك أرسلني الكوموندام حتى أحذركم منهم. أبو الرجاء أنهم ليسوا سهلين. قداس، شلون غفلت عينك؟ شلون؟ أنا تغفل عيني يا أبو الرجاء؟ إيه أنا مفتح عيوني 10 على 10 ليل نهار. هنن شلون كشفوا قرنتنا؟ شلون؟ ودي أسعار كمان كنت سهيان؟ الله وكيلك كنت صاحي وعشرة على عشرة، بس ما شفتهم
ولو شفتهم كنت جبته اللي عندك لعند رجليك. وانت يا عتمة حياتي. لا يا معلم، عم بتشك بعتمة وحياة عيونك، طول الليل قاعد عم بحرس القرنة. ماشي الحال، نتحاسب بعدين. أبو الرجا، يقول الكومندان ما في داعي تغيروا مكانكم، ولكن شددوا الحراسة جيدا لأنهم غدارين. سيدي ما بيطلع لهم معنا، ما بيطلع لهم معنا، الله وكيلك. لقد حذرناكم والباقي عندكم أبو الرجا. هتريدوا شيء؟ أمانة أمانة يا سيدي، سلم لي على جناب الكومندان. لا تؤاخذنا، سيسهل يا أبو الرجا. إلى اللقاء. الله معه. حيا الله معهم يا رجال. قداس عاوزك. يفهم قداس، شلون قدروا يوصلوا لعند منا ونحن ما شفناهم؟ لما اجوا لعنا نحن ما شفناهم منو، وانا متاكد انهم اجوا من ورا الجبال، شنو نحن ما لنا حاطين حراسه هني. هذا معناه انه ظهرنا مكشوف، واي واحد بيقدروا يوصلوا له ويسلخوا ضرب بين عيونه. مزبوط كلامك، هي راحت عن بالي. اسمع لك قداس، من هالتكه هي بتحط حراسه ورا الجبل. صار. واي واحد بيهوب ناحنا بتسلخوا ضرب بين عيونه. وما تخبروني وما بدي أعرف مين هو. مشي تحرك. يا باطل يا باطل. شايف لك الوضع مو على بعضه لك مطيع؟ شو قصدك راح يقتلونا؟ والله هيك حاسس. شكله في شيء. شكل القيامة قايمة عندهم. هدول عم شددوا الحراسة مثل ما وصاهم الفرنساوي. لك الله يوفقهم لهنن ولا الفرنساوي. كمان نحن الحق علينا، كل واحد فينا عم يشتغل من جون وما عم نحط ايدنا مع الطرف الثاني. قولي نحن نموت هون وما حدا يدرى فينا. الحما يا ترى أهل الحارة شو عم يساووا مشاننا؟ أهل الحارة؟ ليش شو ساووا مشان أهل الحارة؟ لا لك ماجد، شو الحكي؟ ما حبيت أمنك بنوب هيها؟ رجال الحارة ما هان عليهم بنوب فيك وراحوا ليشتروا سلاح بس الفرنساوي خلصون إياه. إيه لك شو إيه؟ راحوا يدوروا عليك لحتى يرجعوك. وليش لهلأ ما رجعوني؟ راح يرجعونا بإذن الله، راح يرجعونا. وإذا عرفوا وينهم ما راح يقدروا يعملوا شيء، لأنه ما عندهم لا قوة ولا سلاح لحتى يوقفوا بوش أبو الرجا ورجاله. لا يا مو، أهل الحارة راح يشتروا سلاح من أول وجديد وراح يرجعوا مطيع وماجد من عندهم. ومنين لهم المصاري؟ راح يلموا مصاري من كل أهل الحارة. إيه الله يوفقهم، مع أني مالي رضيانة إنه يرجع مطيع لأهله. يا مو، الله يرجع لهم ابنهم بخير وسلامة ويرجع لنا أخي يا رب. يلا أنا قايمة كمل دراستي جوا. هذا البيت إلي بس البواكية للمرحوم أخي. معناتها شو بدك تعملي يا شهيرة خانو؟ عم فكر اشتري البواكية كلها مشان أعطيكي حصتك أنت وكاملة. الله يخلي لنا ياكي يا رب. وليش ما عملتي هيك من زمان؟ هلأ آن الأوان يا مطيعة. الله يرحمك يا أبو عامر، عشنا بعزه بحياته ومماته. وهذا البيت رح أكتبه باسم الولد اللي رح تجيبي. شهيرة خانو، وش كان يلي إجت بنت؟ شو بدك تعملي؟ إذا جبتي بنت يا مطيعة رح اكتب لها كل شي بملكه. الله يعزك ويطول بعمرك ويخلي لي اياك يا حق. وإلك عهد علي إني كون خدامة لأبني أو بنتي يلي بدهم يجوا. وعهد علي كمان إني ما فكر برجال بعد أبو عامر. لا يا مطيعة، إذا حدا طلبك لا تقولي لا. أعوذ بالله يا شهيرة خانم،
تحرم رجال علي من بعد أبو عامر. الله يرحمه. صاحبي قال لي إنه هالكم يوم رح يجي ركيب بإيديه ورجليه لعنا. أيوة. ودليته على أرنتنا؟ معلوم معلم، دليته على شلون بده يجي لعنا إذا ما دليته على أرنتنا يا تاج راسي، شلون يعني؟ إيه ماشي ماشي. قداس مول معلي، بدي ذهبات أبو عامر يوصلوا لعند مني. شلون معلم شلون؟ شلون هاي بتركها لمخمختك. اللي بدي إياه هو اللازم يصير. الذهبات اللي عند الحريم بدي إياهن حتى لو أخذت كل الرجال معك. معناها ما في طريقة غير نفوت على البيت مرة تانية. وشلون بدك تفوت على البيت مرة تانية؟ مثل ما فتنا هذيك الخطرة، شلون يعني؟ وأنا معك. لك إيه معلوم أنت معي، أنا ما بأمن بحدا غيرك يا حامد. بديك تفوت معي مشان تحميني. لا قداس لا لا، أنا كل يوم بالليل عم بمغيس، خد غيري خد غيري. لا حامد لا، رجلك على رجله، وأنت الجوز ما بترجعوا لحتى تجيبوا الذهبات. ليش يا معلمنا؟ حامد يا حامد، الذهبات اللي جبتوا لي يا هون هذيك الخطرة بح انصرفوا، ولا بتكون ياني صدق انه واحد مثل ابو عامر ما عنده غير هالخمسين ذهبة؟ لا معلم، هو ابو عامر معه كثير. هلا انت عيني، وانا بدي كل هالذهب اللي تركه ابو عامر عند الحريم. ماشي معلم، بس نحنا بدنا دعمك بالسرايا وبالكركون. وتكرم لك قداس، بكره بعيونكم رح تشوفوا الدعم اللي رح ادعمكم اياه. شراب معلم شراب. صحتك. صحة احلى قداس، الزلمه المخلص. بدي حط ايدي بايدك مشان نحمي حالنا من أهل الحارة ونصل للي بدنا إياه أنا وأنت. وأنا معك، بس مثل ما حكينا، لا بتعرفني ولا بعرفك، ولا بتقرب علي ولا بقرب عليك. عم تفهم شو عمل لك؟ ولا يهمك اللي بدك إياه بيصير، بس يعني بدك تحكي لي كل شي بيصير معك وأنا بحكي لك كل شي بيصير معي، مشان نتعاون أنا وياك لنحمي بعض. مشي. كل يوم مثل هذا الوقت بتجي لعندي ومنحكي كل شي، بس وينك؟ حسك عينك عدا يشوفك، لأنه أهل الحارة ما بيتأملون بنوب. مشي. بدك شي؟ وين رايح؟ رايح لحارتي. نيالك، أنت فيك تفوت على حارتك، بس أنا ما فيني، لأنه لساتك محبوس بسجن القلعة. مو هيك؟ مزبوط لك هارون، مزبوط. وغير هيك أنا ما فيني فوت على حارتي منشان ما يشوفوني أهل يلي قتلته وياخدوا تارهم مني. حارتك بعيدة عن حارت القصب، لا تخاف، إن شاء الله لا حدا بيشوفك ولا حدا بيدرى فيك. ان شاء الله ان شاء الله ما حدا يشوف. بدك شيء؟ سلامتك، بكره بشوفك. الله معك، دير بالك لحدا يشوفك. موني سلام. عليك يا ابو سليم لا تتاخروا علينا حتى ما يشغل بالنا عليكم. باذن الله ما راح تاخروا، انتوا ادعوا الله يسهل لنا. موفقين ان شاء الله، تروحوا وترجعوا بالسلامه. الله يسلمكم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه. موفقين بامان الله. الله يهون عليكم يا رب. يلا يا رجال، كل مين على شغله.
ان شاء الله بيرجعوا معهم الاخبار بتسر الخاطر ان شاء الله يا رب. عمي بس يتعشى اشرب شاي عندي. اسمع يا عزو، بدك تعرف شلون تنقي القمح والشعير بحيث انه ما يكونوا لا مسوسين ولا محننين. يا حبيبي وشلون بدي اعرف؟ يعني ما عندي خبره بهالموضوع بنو. ها سالتني شلون؟ شوف لي هدول القمح، طلع عليهم. هدول تازة شغل هالسنة، لأنه المعلم اللي عرفان يخزنهم ويحطهم بكياس. شفتوا؟ شفتهم. أيوة. شوف لي بقى هدول القمحات. هدول القمحات مسوسين، السوس عم يلعب فيهم لعب، لأنه هدول القمحات مو تمام، يعني ما خرج لا البشر يأكلهم لا حتى الطيور. الله عليك يا أبو محمود، والله عم تعلمني شغلات ما بعرفها بنوب بنوب. لك قال لك عزو، لك نحن عم نشتغل بأموال الناس، وهذا الرزق مو رزقنا، هذا أمانة، هذا رزق حريم المرحوم أبو عامر ولازم ندير بالنا عليه. بيت لك، لك لازم ندير بالنا عليه. خلص بإذن الله بحطه بعيوني وما بخليهم يخسروا بنوب. من هون ورايح أنت المعلم بالبوايكية. لا ولو معهم، وأنت وين رحت؟ أنا معك ببقى بطلطل عليك ورح ضل علمك المصلحة لحتى تصير المعلم أكبر معلم هون، وساعتها برجع لفرمي. ايه ليش لا، مو غلط. على راسي والله يا ابو محمود. لك على راسي. واحلى كاستين شاي لاحلى معلمين بالشام عمي. حبيبي الله يسلم الايدين. اترك عجب. تفضل معلمي. سلم ايدي. الله يسلمك. تفضل معلمي. اللي سمعته من نسوان الحارة انه ابو محمود ناوي يتجوز لشهيرة خانو. شلون؟ شلون؟ ولك شلون بده يتجوز وهي اكبر منه؟ عيب ولا حرام انه الواحد يتجوز وحده اكبر منه ومع مصاري هالقد؟ حرام؟ اي لا، لا عيب ولا حرام. لك بس شلون؟ لا تقليلي شلون. لك حدا بيترك شغله مثل ما عمل ابو محمود وترك شغله من الفرن وراح استلم رزق الحريم بالبوايكية وصار هو الراس عليهم بلاش؟ لا اكيد ما في شي ببلاش. هلأ اللي سمعته إنه أبو محمود راسم على جوازته من شهيرة خانو. وشهيرة موافقة تتجوزه؟ هلأ عم يقولوا إنه هي مستحية من مطيعة وعم تفكر تطالع من البيت لحتى تتجوزه. شو هالحكي ها؟ هلأ الست شهيرة بدها تساوي هيك؟ إيه والله ما عم تركب بأهلي. حقها ولا مو حقها؟ ولا مالا بشر بحق إلا تتجوز ويكون عندها رجال؟ حقها. لا حقها. لا هاد الحكي ما بينسكت عنه منو. شو حتساوي؟ هلا بتشوفي شو رح ساوي. قومي انتي روحي على بيتك ام سليم. يوه عم تقلعيني يا مهزو؟ لك لا ما عم قلعي، بس بدي روح شوف كيف كانت بنتي كاملة الله يرحمها عايشة ببيت اللي ما بتتسمى. طيب تحكي لي شو بده يصير؟ ايه لكن شو بدي احكي لك رح خبرك. قومي يلا. مستحيل صياح يكون هيك. كل العالم تحلف بأخلاقه. لكن إن شاء الله بينقطع لسانها كل وحدة عم تحكي على صياح بالعاطل. يا حق بدي أفهم منك يا أستاذ، شلون تشتغل لصالح واحد مجرم وقاتل ومعروف وبرقبته كذا قتيل؟ شلون؟ فهمني. والله يا مختار هي دراستي ومهنتي ومصدر رزقي. ها يعني رزقتك بالحرام مو هيك؟ وليش بقى مختار؟ لأنك بتعرفه وماشي معه لباطل وبدك طالعه براءة. أنا لا بدي طالعه براءة ولا شيء، كل ما هنالي بدي بعد عنه حكم المشنقة مشان أمه ما تزعل عليه. مختار يضرب هو وأمه وتضرب أنت معه كمان. لا مختار هيك ما بسمح لك بنوب. نعم نعم نعم. ومين حضرتك لحتى ما تسمح لي؟ أنا المحامي فهمي ولا نسيت؟ قوم انقلع من هون، قوم تحرك. تضرب أنت ويلي خلفك ورباك التربية العاطلة. ما بتعرفوا شو عاملين يا بيت الحسب والنسب؟ وشو عاملين بقى يا ست أم عزة؟ سمعينا. البيت اللي فيه حريم مستورة ما بتفوت عليه رجال الغربة يا خانو. وشو قصدك يا عم عزو؟
قصدي انك انت فضحتي الحريم المستوره من وقت اللي سمحتي لرجال غرباء تفوت على بيتك. يوه، ومين بقى رجال يلي عم تفوت على بيتنا يا بعدي؟ حبيب القلب تبعك صياد. يخرب بيت قلبي. ولك سدي حلقك ولك. ولك بتسدي حلقك انتي وياها يا قليله الشرف. سدي حلقك وطلعي برات بيتي. انتي اللي بتخرسي وبتسدي حلقك، انتي وهي اللي عم تتستري عليها، يا عيب الشوم عليكم انتوا التنتين. ولك اخرسي اخرسي وطلعي برات بيتي. ماشي رح اطلع، بس بدي اقلب علي واقفيه وانا الله لا يوفقك. ان شاء الله بينقص لسانك يا حيه، انتي وكل مين بجيب سيرتنا بالعاطل. وشو طالع علينا حكي؟ شفتي يا شهيرة خانم؟ عم يحكوا على شرفنا أنا وياكي. هيك عملة ما رح اسكت عليها بنوب، ورح أعرف مين عم يشتغل فينا. لما قلت لك ما بدنا رجال غريب يفوت علينا ما رديت علي، كان قلبي حاسسني، بس الله يسترنا من كلام ولادين الحرام. يا رب سترك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أهلين بالعيون. أهلين شيخنا، اشتقنا لك أبو سليم. على رأسي والله يا ميت. أهلين وسهلين بكداس، شلونكم؟ والله تمام الحمد لله، داعي لا. أهلين أهلين وسهلين بعضوات حارة القصب. يا ميت أهلين وسهلين. إن شاء الله الشباب هيك استقبلوكم استقبال لطيف وظريف وعفيف. والله يغزي العين، ما في أحلى من هيك استقبال، كثير حلو. على كيف كيفك، نحن أبو الرجاء. بعرفكم. شو سبب هالزيارة هي؟ والله جاي نحكي بقصة الشباب اللي عندك يا أبو الرجاء. إيه شو عليه بنحكي؟ شرفوا نقعد لواحد نايك ونحكي لنا جوز كلام. شرفوا. شرفوا. إيه يا أخي أبو الرجاء، هي قصرت الحديث وجيتك من الآخر. نحن جايين نتفاوض معك مشان ناخد ماجد ومطيع من عندك بخير وسلام. بقى شو قلت؟ انتو بتعرفوا انه ما في شيء بهالدنيا ببلاش. معقول تجوا تاخدوا من عندي الأولاد هيك ببساطة؟ ما في شيء. شو طلباتك أخي؟ طلباتي خفيفة نظيفة وظريفة. ايوه والله دماتك خفاف يا أبو الرجاء. وشو هالطلبات هاي الخفيفة النظيفة الظريفة؟ هات شوف. ذهب. ذهب؟ ايه وديش بدك؟ على مطيع بدي 1000 ذهبة، أما ماجد منحكي فيه بعدين، هذا فيه له حسبة تانية. بدك 1000 ذهبة على مطيع يا أبو الرجاء؟ ايه بس والله هيك كتير كتير كتير، حرام عليك تطلب هيك طلبات. والله يا شيخنا إذا الأولاد غالين عليكم لمولن لميه، اقنعوا أهلهم يبيعوا شي من أملاكهم لحتى طالعوا لكم ياهم. هذا آخر كلام عندك يا أبو الرجاء؟ إيه هذا آخر كلام عندي، وبتمنى ما تتأخروا. شنو أنا بضوج، وإذا ضجت ما بعرف شو بيطلع بهالرأس. وإذا ما تأمنوا معنا الذهبات شو رح تساوي؟ بتمنى ما تطولوا علي بالرد. بس هيك كتير يا أبو الرجاء، ولازم تعطينا وقت كافي لحتى نأمن لك الذهبات. والله يا شيخنا إذا أنتم ما سألتوا أولادكم معناتها أنا ما في قدامي غير أقرأ عليهم الفاتحة. بدك تقتلوني يا أبو الرجاء؟ لا لا مو قتلهم، بتكون ساعتهم قربت هيك ربك أزم. بس تذكروا منيح أنه التأخير لا من صالحكم ولا من صالحهم. إيه شو عليه؟ بيصير خير يا أبو الرجاء، بيصير خير. خير؟ إيه أنا أدي ما حدا بيعشق الخير. شو بدي لك أبو سليم؟ تفضل. معيتك بدنا عدلي يجي لعنا. مو بس عدلي،
إذا بتطلعتهم شرشة هو مرزوق بكون ممنونك يعني. شو بدكم فيهم؟ مشتاقين لهم، مشتاقين لهم يا أخي. بس مشتاقين لهم لما في شيء تاني. لا ما في شيء تاني يعني، هلا ما بنقدر نقول لك غير إنه مشتاقين لهم، إذا ما إجوا لعنا من حالهم رح أقول لك كل شيء. وليش ما تقول من هلا لك يا بني؟ ما بقدر ما بقدر، هي خصوصيات خصوصيات. وأنتم بتقولوا إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتيروا. شو هاد شيخ حامد؟ بركاتك، تعب مشقيتي، تعال اقول لك بركاتك بركاتك يا مولانا. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تيسروا تيسروا قبل ما تعتب العين. لا حول ولا قوة الا بالله. يطلع لكم العوخ. خير يا حضرة الضابط. نريد تفتيش حارة على سلاح. نحن ما في عنا سلاح بالحارة. يوجد لديكم سلاح. عم أقول لك ما في عنا سلاح بالحارة. أبو عزو، سأفتش حارة في الإجباري. كون! هذا عمل خطير ضدنا أبو عزو. الولد أهبل وأجدب وما في مخ حضر الضابط. إنه مخرب منكم. نحن ما في عنا مخربين، والحارة ما فيها سلاح، ما بيصير فتشها. حسناً حارة قصب، سأعود إليكم ومعي قوة عسكرية كبيرة. الحارة قدامك، إمتى ما بدك تعال. سنرى ذلك. هيا لا حول ولا قوة إلا بالله على القصة. من وين جتنا يا جماعة؟ لازم حدا يروح يطلعوا من المخفى قبل ما يعدمون الفرنساويين. أنا رح أروح جيبه. الله يكرمك يا مختار، الله يكرمك. كل واحد على شغله. الشتم لبي. يا واطي عامل حالة زلمة واطي، خليك تحكي. بدي ربي فيك الحارة. لا لا، أنا ما رح خليه عندي هون، أنا رح أبعته على السرايا. يا أفندي، هذا الشاب ما في براسه عقل، يعني مسكين على البركة. إذا كان ما في براسه عقل لازم يروح على مستشفى المجانين، مو يعيش معكم بالحارة. أعوذ بالله، بترجاك يا أفندي. ألو. نعم نعم، أنا فرزت رئيس الكراكون. اسمعني جيداً، أخرج الشاب الأخرس الذي ضربني ودون أن يعرف أحد أني اتصلت بك، وفورا. أمرك يا سيدي، أمرك. مع السلامة. شو صار يا فندم؟ مو شغلك. حاضر. قلت لي هذا الأخرس ما لازم يتعاقب. ما يا فندي، تحنن عليه وفك أسره ولا تبعته على السرايا، وأجرك كبير عند رب العالمين. خلاص خلاص، رح طالعه. بس يكون بعلمك يا مختار، إذا رجع وتهجم على الدرك الفرنسي هو أو غيره، أنا رح أحوله فوراً على السرايا. كتر خيرك إن شاء الله، كتر خيرك. سميح، يا سميح. احترامي سيدي. طالعوا للأخرس، طالعوا. أمرك سيدي. الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير. شوف يا مختار، انت لازم تنفذ اوامر السرايا.
وما تفوت سلاح على الحارة ولا تساعد المخربين. نحن ما عنا سلاح وما منساعد المخربين يا أفندي. أنا عم قلك وعم حذرك لا توقع حالك وتوقع الحارة مع الدرك الفرنسي، لأنه ما رح يسكت عليك النوب. ها شآم طيف أحلامي.